مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: تخريب حافلة اتحاد طنجة بعد مباراة كأس العرش بفاس. تعرضت حافلة فريق اتحاد طنجة للتخريب وتهشيم زجاجها بالكامل بمرآب ملعب فاس من قبل محسوب على جماهير فريق المغرب الفاسي. جاء ذلك على خلفية المواجهة التي جمعت الطرفين أمس الجمعة بفاس برسم سدس عشر نهائي كأس العرش، وانتهت بتأهل الفريق الشمالي بعد فوزه بنتيجة 2-0. واضطر اللاعبون والطاقم التقني والإداري المرافق لهم إلى الانتظار بالملعب قبل أن يقدم فريق وداد فاس حافلته للفريق الطنجاوي من أجل العودة إلى عاصمة البوغاز. ولم تسلم الحافلة الصغيرة المخصصة لنقل الجماهير الطنجاوية، لم تسلم بدورها من الاعتداء، حيث تعرضت معظمها للتخريب وتكسير زجاجها.